إذن مرحبا بكم من جديد في مصافحة جديدة تأتيكم من روما وين يؤدي رئيس الجمهورية زيارة إلى إيطاليا بطلب من رئيس الجمهورية الإيطالي. احنا ما زلنا مواصلة لتغطية فعاليات هذه الزيارة وتوا احنا موجودين أمام القاعة اللي باش يقام فيها بعد قليل اجتماع مع الجالية التونسية باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول هذا الاجتماع. يحضر معنا النائب عن حركة نداء تونس عن دائرة إيطاليا محمد صوف. إذن سي محمد مرحبا بك. وبك عايشك، شكرا للقناة نسمع على مواكبتها لزيارة الدولة اللي قاعد يقوم بها سيادة الجمهورية، وشكرا لكل الصحفيين اللي رافقوه. اليوم فما لقاء باش يقوم به سياده رئيس الجمهوريه مع الجاليه التونسيه بايطاليا، واحنا نعرفوا هذا اصبح تقليد عند سيد رئيس الجمهوريه، كل ما تنقل دوله من الدول الا واصر انه معناتها يقابل الجاليه باش يصغر مشاكلهم ويسمعهم ويحاول معناتها يناقش مع الدول الصديقه والشقيقه كل المشاغل نتاعنا اللي قاعدين نعيشوها البرة. احنا نعرفوا هنا في ايطاليا معناتها اهم مشكل واهم عائق عندنا هو المشكل نتاع الهجرة الغير شرعية، اللي سيد رئيس لما كان تولى رئاسة الحكومة التونسية في 2011 كان أبرم اتفاق في الغرض وتم تفعيله، وكانت معناتها كانت فما فايدة من الاتفاق هذا. اليوم سيد رئيس شفناها أنه مع الرئيس الإيطالي أصر أنه الموضوع هذا يكون معناتها على طاولة المفاوضات. ثم احنا لهنا للاسف معناتها في ايطاليا مواطن الشغل ما عادش موجوده وقاعدين معناتها نعيشوا في وضعيه حرجه جدا، باش نتحدثوا مع سيادته معناتها على موضوع مشاكلنا في الدخول والخروج، في موضوع الجمارك معناتها الديوانه، في موضوع نتاع التنقل معناتها عبر الطائره تونيسير معناتها في تذاكر السفر. ثم نحبوا السيد الرئيس معناتها يتحدث مع الايطاليين فيما يتعلق بالروتريت نتاعنا معناتها في المستقبل، خاطر احنا ما عندنا تغطيه اجتماعيه لهنا، نحبوا نحاولوا كيفاش معناتها نعملوا لها ترانسفير لتونس ونقولوا نتقاضوا معناتها اجورنا للناس اللي تقاعدت غاديكا. اليوم معناتها من كل انحاء ايطاليا من كل بلدان ايطاليا تنقلت الجاليه وحاضرين بكثافه وعندهم معناتها رغبه في لقاء سياده الجمهوريه اللي بصراحه معناتها كل مره يثبت اللي هو رجل دوله ويلمع في صوره تونس، خاصه بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت احنا تمسينا منها. دونك سيد رئيس مطالب معناتها اللي هنا يتحدث مع السلطات الإيطالية والإعلام الإيطالي باش يعرف اللي راهو الإرهاب هو آفة مست كل الدول مش كان تونس، وراهو تونس معمرها ما كانت معناتها مصدر إرهاب، لا نعرفوها الثقافة هذه هي دخيلة علينا، وتوا معناتها تونس بين 2015 و2017 أثبتت اللي هي معناتها قاعدة تقاوم في الآفة هذه، وبدليل ذلك معناتها أنا نأكد لتونس آمنة. ونشوفوا سيد الرئيس كيفاش يطالب الشعب الإيطالي باش يزور تونس معناتها ويساعدونا في السياحه في الموسم القادم، خاطر كنا نعولوا عليهم معناتها الايطاليين من الحرفاء اللي كانوا معناتها سند لتونس، وان شاء الله المستقبل افضل. سي محمد احنا سمعنا المشاكل يمكن اللي تعانيوا منها كجاليه تونسيه في ايطاليا، لكن اليوم انا باش نسالك كنائب عن نائب من نواب الشعب، فماش مقترحات باش تتقدموا بها انتم اليوم لرئيس الجمهوريه وللوفد الوزاري اللي مصاحب له؟ والله احنا قدمنا مقترحات مكتوبه للسيد الرئيس، وهو الحق في كل لقاءاته مع السيد رئيس الجمهوريه ومع رئيس البرلمان الايطالي ومع رئيس مجلس الشيوخ، قاعد معناتها المطالب نتاعنا هذه يتقدم بها، وقاعدين هم معناتها يتفاعلوا معها ايجابيا. كيف انا بصفتي رئيس مجموعه الصداقه البرلمانيه الايطاليه تحدثت مع السيده لورا بولدريني اللي عندهم فريق عمل في الصداقة التونسية الإيطالية التونسية باش تكون لنا في الأيام القادمة إن شاء الله لقاءات، ونطرح عليهم كل المشاكل ونبلوروا الاتفاقيات اللي قام بها السيد الرئيس والاتفاقيات اللي أمضاها السادة الوزراء المرافقين للوفد. شكرا لك سي محمد. اذا احنا ما زلنا نستناو في انطلاق الاجتماع اللي باش يكون تقريبا بعد شويه، اكيد باش نمدوكم بالتفاصيل كامله لهذا الاجتماع، خليكم معنا.